تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وذلك من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازلنا نتابع معكم كل ما هو جديد بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ونقف معكم الآن من أمام معبر رفح البري والذي شهد اليوم عبور 13 من الشاحنات، منها 10 للوقود، وهذه الشاحنات منها يعني 6 للسولار و4 من الغاز الطبيعي. بالفعل يعني شاحنتان من الغاز الطبيعي يعني قامت بتفريغ شحنتها في معبر كرم أبو سالم ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. وفيما يخص الثلاث الشاحنات الأخرى التي تحمل مساعدات طبية، بالفعل 2 منها فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى. منذ قليل سمعنا دوي انفجارات لعدد من المناطق المتفرقة من الجانب الفلسطيني من المعبر، سواء كان من الناحية الشرقية أو من الناحية الغربية أو في وسط هذه المنطقة. يعني نؤكد أن هذه الانفجارات لا تغيب في اليوم، بالفعل هناك يعني سماع دوي هذه الانفجارات يتكرر على مدار اليوم بشكل مستمر. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.